برضه من كواليس اللجنه وعشان أوريكم اللجنه بتشتغل ازاي مع كامل احترامي للأخ بيريرا رئيس اللجنه البرتغالي اللي البعض فاكر انه خبير اجنبي فهيكون حائط صد رغم ان الخبير الاجنبي بقى بيدير اللجنه بنفس سياسه اللجنه السابقه مش لجنه كلاتنبرج السابقه بدون ذكر اسماء أنتو عارفين مين اللجنه السابقه اه خواجه وبرنيطه واجنبي وبيتكلم لغات بس في دولاب العمل زي اللي فات وما اختلفش عن اللي فات والبعض اللي ممكن يعتقد انه هيكون حق صد عشان ما ننتقدش لا ننتقد لان النهارده بيريرا عمل حاجه غريبه بقى النهارده بيريرا عمل حاجه بقى مش طبيعيه بيريرا النهارده صرح والتصريح ده متسق مع المعلومات اللي جات لي من اللجنه عشان برضو اثبت لكم ان في حاجه بتحصل مش طبيعيه النهارده بيريرا صرح للقاهره 24 ونستعرض معانا كده التصريح اللي طلع النهارده على القاهره 24 في تحليله للعبه اللي كان فيها تحليل امبارح والكل كان شايف انها ضرب الجزاء جزاء قال ايه بقى بيريرا رئيس لجنه حكام رئيس لجنه حكام للقرار 24 حسام حسن مهاجم سموحه حاول استغلال شد بسيط ما بين قوسين شد بسيط شوفوا التفاصيل الفنيه اللي من رئيس لجنه الحكام الخبير البرتغالي شد بسيط من مدافع الزمالك من اجل خداع الحكم لاحتساب ركله الجزاء هو في حاجه اسمها في, في التحكيم شد بسيط وشد قوي الشد هو الشد. في فرق اه بين التلامس والشد. في فرق بين الاهمال والتهور. لكن شد بسيط ده كلام مالوش علاقه بالتحكيم يا مستر بيريرا بصراحه. طيب دي الحاله التحكيميه اللي شرحها بيريرا، يعني بيريرا شايف عكس كل خبراء التحكيم. طلع قال كلام عكس كل خبراء التحكيم. رغم ان بيريرا اصلا مش بيحاضر على فكره، يعني بيريرا اصلا وظيفته جوه اللجنه هو رئيس لجنه بيعمل امور اداريه، ملوش علاقه بالمحاضرات، ما بيحضرش الحكام. عشان كده في تحليل اللعبات هتسمع اراء مختلفه لان هو مش محاضر ما بيطلعش يحاضر للحكام قال للاتحاد لو عايزين محاضر ادوني فلوس تاني انا جاي عشان ادير اللجنه بس فاديله مرتب عشان ابقى محاضر كمان طيب خدوا بقى المفاجاه الثانيه تاكيدا للتصريح ده على فكره لان انا برضو راجعت ورا التصريح وعايز اتاكد موقف بريرا ايه ارجعوا لي يا جماعه عشان بقى ايه الناس هتسمع كلام غريب شويه النهارده بريرا قالوا للجنه قالوا للجنه بريرا على جروب اللجنه قال للجنه ايه أنا مستاء من أداء حكم الفار وسعيد جدا بأداء حكم الملعب لا والله مش بقول لكم إحنا في عالم سمسم ده اللي بيحصل ده عالم سمسم والله يعني الكابتن بريرة مستاء من أداء محمد الصباحي وسعيد جدا بأداء الكابتن محمود البنده لا تعليق والله بجد على تحليل بريرة ورؤيته لهذه الحالة بهذا الشكل معنى كده إن الصباح هيتوقف ما هو مستاء يبقى الصباحي هيتوقف والبنا هيحكم الاسبوع اللي جاي. أنا عارف إن بريرا عنده مشكلة مع عدد من الحكام. وفي حكام ممكن أخطأت قبل كده فممكن يكون عنده حق في المشاكل معاهم. بس عند الصباحي تحديدا في ماتش إمبارح أنا لأول مرة أشوف محمد الصباحي يعمل مباراة تحكيمية على أعلى مستوى. بدليل إنه لغى ضرب الجزاء للزمالك كان البنة إحتسبها وفعلا ما كانتش ضربة بدليل ان كان في ركله جزاء لسموحه رجعوا فيها وفعلا هي ضرب الجزاء باعتراف كل خبراء التحكيم ولو الكابتن البنا كمان عايز يشتغل تحكيم صح كان الطبيعي يرجع يلغي الانذار بتاع حسام حسن ويعمل اسقاط ولكن ما علينا حتى التحكيميه في الجزئيه دي انا مش هتكلم فيها في الفنيات لان انا اكيد الفنيات الخبراء يعرفوا اكتر مني ولكن امبارح الفار كان على اعلى مستوى برير عايز ايه انا مش عارف يعني انت مساندتك للبنا بهذا الشكل الهدف منه ايه انا مش عارف بصراحه بص اهو ده ماتش سموحه والزمالك كان الكابتن محمود البنا هو حكم ساحه امتى الاحد خمسة مايو الخميس 2 مايو كان الزمالك والبنك الاهلي حكم فار ده اللي كنت بقوله لحضراتكم من شويه يا جماعه مش كشف انتاج والله يا جماعه والله العظيم اللجنه وعلى فكره ده في ده في حكام رايحين كاس عالم ما بيحكموش ما بين كل مباراه والتانية الا يعني ايه بياخدوا اجازه خمسة 45 يوم في حكام مرشحين كاس عالم كاس عالم 2026 يا بيريرا بتدوم ما بين الماتش والتاني بالشهر والخمسة واربعين يوم طب ما في حكام بتتكرر اهي طب انت شايف ان النهارده في اخطاء حصلت في عقوبات ما بتحصلش عقوبات وازاي تكرر حكام مرتين وبعدين انا عندي رؤيه كده عايز اقولها للجنه اللي بيحطوا حكام الفار غير اللي بيحطوا حكام الملعب ممكن بس تنسقوا مع بعض يعني انتوا الاتنين بيجمعكم جروب واحد اللي بيحطوا حكام الفار غير اللي بيحطوا حكام الملعب اعملوا جروب مع بعض كده عشان لما حكم الفار يحط لما مسؤول الفار يحط حكم يجي الاسبوع اللي بعديه اللي بيحط حكم الملعب ما يقرروش تاني. انا عارف ان مفيش اتصالات يعني كل واحد عايش في وادي غير التاني يعني. ما انا بقول لكم انا بيجي لك تفاصيل من جوه اللجنه، اللجنه نفسها تتفاجئ بالكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده ان بيريرا النهارده بيقول للجنه انا مستاء من محمد الصباحي وسعيد جدا بأداء محمود البنا. وانا مش عارف والله اقول لك ايه تاني بعد اللي انت قلته ده يا مستر بيريرا وبعد التعليقات اللي احنا شفناها والاخطاء الكارثيه اللي حصلت بالامس، بس انا معياري دايما هنا واحد. بشوف على المستوى القاري احنا وصلنا لفين؟ احنا وصلنا ان في ازمه داخل التحكيم المصري، في ازمه كبيره والدوري لسه طويل والمعايير اللي عند الحكام انا مش فاهم هتوصل التحكيم لفين. كل واحد بيحكم بمزاجه. ايوه كل واحد بيحكم بمزاجه. وفي حكام بتاخد ماتشات بمزاجها. وفي ناس بتتدخل مع اللجنه عشان تعين حكام. ماتشات في اسكندريه او حكام من منطقه اسكندريه او حكام من منطقه اسماعيليه الايام اللي جايه هنعرض بالاسماء وبالمباريات لان عندي ارشيف وعندي تاريخ طويل جدا لما يحدث هذا الموسم في الدوري المصري مش معنى ان في خبير اجنبي يبقى خلاص حائط صد انا مش عايز اقول ان تم الاختراق وبقى في تدخلات لا بقت في تدخلات وفي حكام بتتقرر وفي حكام بتتقرر واللجنه ما بتسمع ان في مشكله بتستخبى ما بتعلقش. بتستخبى وما بتتعلقش. طيب دي قصه التحكيم. وده الموضوع المتعلق بالتحكيم. قصه كشف الانتاج للحكام اتمنى اللجنه تشتغل بمعايير فنيه بقى بجد. واللي بيعين حكام الملعب ما يبقاش بعيد عن اللي بيعين حكام الفار. اقعدوا مع بعض نسقوا مع بعض بس عشان التر... يعني التكرار ده مش كويس. التكرار مش كويس ومحدش بيقرا بيشوف التعيينات رايحه فين وجايه منين. ولا بتشتغل ازاي ده جانب